السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنكمل منحة الحكومة الكورية وأشرح لكم الأبليكيشن الخاص بالمنحة دي. بس قبل ما أتكلم عنها أحب أوضح بس نقاط سريعة كده عن المنحة، إن المنحة دي مقدمة من الحكومة الكورية، متاحة لجميع الدول، مش بتحتاج أي شهادة لغة، فيها سنة لغة تحضيرية عشان تدرس اللغة التركية، فيها عشان تدرس اللغة الكورية عفوا. كمان التمويل بتاعها تمويل ممتاز جدا، رسوم الدراسة مجانا، بتاخد راتب شهري 900 وين كوري، بتاخد تأمين صحي، دعم البحث العلمي، تذاكر الطيران مجانا، كل ده متاح على حساب المنحة، تمام؟ ومتاح فيها تعتبر كل التخصصات ما عدا الطب والصيدلة وطب الأسنان، دول مش متاحين، تمام كده؟ الأوراق المطلوبة بسيطة، خطاب توصية، خطاب نية والحاجات دي كلها، والتقديم بيكون على مرحلتين، تقديم عن طريق السفارة كوريا الجنوبية الموجودة في بلدك أو إرسال الأوراق مباشرة للجامعة، تمام؟ والتقديم للمنحة دي فتح في خلال هذه الأيام. طيب تمام كده. طيب خلينا دلوقتي نروح ونشوف يعني الملف PDF ده فيه كل التفاصيل الخاصة بالمنحة دي، يعني من الألف للياء زي ما بيقولوا، فيه كل حاجة عن المنحة، ده بتسمى الجايد لاين للمنحة، تمام؟ مكتوب اسم المنحة هنا جلوبال كوريا سكولارشيب، كل التفاصيل بيشرحها لك. انا بيقول لك ايه الدول المقبوله في المنحه دي، طبعا يعتبر كل الدول مقبوله، هتلاقي الدول العربيه كلها موجوده كمان، تمام كده. فشرح الدول كلها موجوده هنا. هنا بيشرح لك الاعمار، السن زي ما احنا قلنا 40 سنه الماكسيمم للتقديم للمنحه دي، تمام. بيدخل معاك هنا بقى في جزئيه الاوراق المطلوبه للتقديم، عشان تقدم للمنحه دي الاوراق المطلوبه بتلاقي هنا حاطط لك ماجستير، دكتوراه، و ابحاث ما بعد الدكتوراه، تمام. وكل حاجه من دول كاتب لك عليها، يعني مثلا ابلكيشن فورم اللي هو الفورم اللي هنشوفه بعد شويه اللي هنملاه للمنحه، ده مطلوب للماستر والدكتوراه وما بعد الدكتوراه، تمام كده. ستيتمنت اوف بيربس، خطاب التحفيزي، مطلوب للماجستير والدكتوراه مش مطلوب للابحاث، تمام، عامل لك عليها شرطه. فانت بتشوف الاوراق دي كلها اوراق بسيطه جدا، يعني بتتراوح ما بين زي ما قلنا خطاب نيه، بتتراوح ما بين 2 خطابات توصيه، شهاده التخرج بتاعتك، او لو كنت في اخر سنه بتجيب شهاده السنه اللي قبلها، يعني كلها اوراق بسيطه جدا، تمام. في اوراق اوبشنال، لو انت عندك شهاده لغه بتضيفها، دي حاجات اضافيه، لو مش عندك خلاص ما بتضيفش الاشياء الاضافيه دي، تمام كده. طيب هنا بالنسبه للسكيدجول او التايم لاين بتاع المنحه دي ازاي بيمشي، بيقول لك ان المنحه دي فتحت من منتصف فبراير في خلال الايام دي، وبيقول لك عشان تقدم في جايد لاين او في التايم لاين قصدي بيمشي ازاي، بيمشي انك ممكن تقدم للسفاره وتقدم للجامعه، تمام. يعني انت لو هتقدم عن طريق السفاره يبقى لازم تتواصل مع السفاره بتاعت كوريا الموجوده في بلدك وتبلغهم انك عايز تقدم لمنحه الحكومه الكوريه، وتشوف اخر ميعاد للتقديم لبلدك امتى. واحد هيقدم مثلا من مصر يبقى يتواصل مع السفاره الكوريه الموجوده في مصر ويسالهم اخر ميعاد امتى للتقديم للمنحه الكوريه في مصر، تمام. ولو انت هتقدم للجامعه مباشره برضو بتتواصل مع الجامعه اللي انت عايز تقدم عليها وبتسالهم عن اخر ميعاد للتقديم للمنحه دي. فهنا عندنا الفيرست راوند سيلكشن اللي هو بقى مرحله الاختيار كمان من الجامعه ومن السفاره، يعني انت بتودي ورقك للجامعه او للسفاره وهم بيبداوا يرشحوك، يجمعوا افضل الطلبات ويرشحوها، تمام. بعد كده السفاره والجامعه بتتواصل مع الحكومه الكوريه وبتتواصل مع الجهه المسؤوله، والسفاره بحلول 2 ابريل بتعطي الناس المقبوله للجهه المسؤوله في كوريا، وبرضه الجامعه بحلول 30 ابريل بتعطي الناس المقبوله، تمام كده. وفي حلول منتصف مايو بيكون اعلنوا على الناس المقبوله، تمام، اللي هو السكند راوند سيلكشن، الناس خلاص اللي هو يعني الاشخاص المقبولين في المرحله الثانيه، تمام كده. دول مش المرحله الاخيره، دول المرحله ما قبل الاخيره، تمام، اللي هو الشورت ليست. بعد كده بيجي عندنا ان خلاص المنحه بقى بتبدا ان هي تراجع الطلبات، وصلها الطلبات وبتبدا ان هي تراجعها، وفي خلال اخر مايو، تمام، بتكون اعلنوا على السكند راوند سيلكشن، تمام، بالنسبه للجامعات، تمام كده. وبالنسبه للسفارات برضو في اخر مايو 28 مايو بيعلنوا خلاص الانونسمنت، بيعلنوها ان هو مين الناس اللي اتقبلت في المنحه دي، تمام. وفي خلال 2 يونيو يعني بعدها بعدة ايام بيوصل لكل واحد مقبول رسالة على الايميل بتاعه نوتيفيكيشن كده ان هو اتقبل في المنحة واتقبل فين والجامعة فين وكل الامور دي كلها، تمام. وخطاب القبول بيوصلك اخر يونيو،
خطاب القبول من الجامعة أو من المنحة أقصد، بيوصلك آخر يونيو. بتبدأ إنك تحضر لفيزا السفر في شهر يوليو، تمام؟ وبتبدأ إن الجامعات ترسل يعني التفاصيل كاملة، إن هي تستقبلك إزاي وكيف الأمور هتمشي وتذاكر الطيران وإمتى هتيجي والكلام ده كله، تمام كده؟ وبتبدأ الدراسة بتاعتك في 1 سبتمبر 2021، تمام؟ ده بالنسبة للتايم لاين. هنا دي برضو بعض الملاحظات، نوتس كده برضو لازم تراجعها، تمام؟ حاجات بسيطة كلها. طيب هنا بيشرح لك الحاجات اللي تستفيد فيها من المنحة، زي ما احنا قلنا تذاكر طيران، راتب شهري، وكل الامور دي وضحناها سابقا. ركز بقى معايا، هنا بيقول لك على السكيل بتاعتك الدرجات بتتحسب ازاي، لان في كوريا بيمشوا بنظام الجي بي اي اللي هو الماكسيمم فيه 4، فبيقول لك الشخص اللي جايب 100 مثلا بيكون السكيل بتاعه ما بين 3.97 ل 4، دي سكيل او الجي بي اي، بتشوف درجتك كام بتعادل كام بالجي بي اي، يعني بتشوف درجتك في المية بتعادل كام بالجي بي اي، تمام؟ هنا عندنا الناس اللي عايز تتواصل مع السفارة الكورية في بلدها. لو انت مثلا دلوقتي من مصر عايز تتواصل مع السفارة الكورية الموجودة في مصر، بتروح تشوف دولة مصر فين. على سبيل المثال اروح اشوف مثلا مصر، هلاقيها هنا، تمام؟ رقم 42 في القائمة، هتلاقي رقم تليفون السفارة الكورية موجود، هتلاقي الايميل بتاع السفارة الكورية، كل التفاصيل هنا. تروح تتواصل معاهم وتسألهم امتى تروح تديهم الاوراق وايه الاشياء المطلوبة من يعني الاشياء اللي طلبها السفارة عشان تقدم في المنحة، تمام؟ ده بالنسبة لكيفية التواصل مع السفارة الكورية. هتيجي هنا للجزء ده، هتلاقي التواصل مع الجامعات، ايه الجامعات المتاحة في المنحة دي، ازاي ممكن تتواصل معاها، ايميل كل جامعة، رقم تليفونها عشان تسألهم امتى تقدم للمنحة دي، تمام؟ دي كل التفاصيل دي بالنسبه للجامعات. هنا بقى الابلكيشن فورم، هنا الابلكيشن فورم هم حاطينه في شكل PDF ولكن موجود عندنا في شكل وورد عشان تعرف تملاه. تعالوا نروح نشوف الابلكيشن فورم وازاي ممكن نملاه، تمام؟ ده الابلكيشن فورم شكل ملف وورد، تمام؟ طبعا بقى بتحط اسمك، هنا بيديك تشيك ليست انك تعلم على الحاجات اللي مطلوبه. يعني ايه؟ يعني الابلكيشن فورم لازم تكتب قدامه يس انك خلاص مكمله اللي هو ده، تمام؟ بيرسونال ستيتمنت لازم تكتب قدامه يس انك حطيته، يعني كل حاجه من دول لازم تعلم عليها انك بالفعل ارفقتها في الاوراق بتاعتك، تمام؟ تختار بقى هنا الابلكيشن تراك، عايز تقدم لجامعه ولا عايز تقدم للسفاره، ورقك عايزه يمشي ازاي، تمام؟ بتختار بقى انت يعني المعلومات بتاعتك بتكتبها زي السن، الدوله اللي انت مقيم فيها حاليا، الجندر بتاعك، كل التفاصيل دي بتحطها. بتختار بقى الجامعات اللي انت عايز تقدم ليها والتخصصات بتكتبها هنا، تمام؟ لو طبعا يعني حصلت على منحه من كوريا سابقا بتوضح ده. بيرسونال ستيتمنت اللي هي خطاب النيه او خطاب التحفيز برضه تكتبه بشكل كويس، تمام؟ هنا الستيتمنت اوف بيربوس، مطلوب فيه بعض الاسئله، لازم انك كل سؤال من دول تجاوب عليه، تمام كده؟ كل سؤال من دول متقسمه في شكل اسئله ايه وفقرات لازم تجاوب عليها. دي حاجه اسمها الريسيرش بروبوزال، ودي مطلوبه في ابحاث ما بعد الدكتوراه، مش مطلوبه من الناس اللي هتقدم على الماجستير او الدكتوراه، وانما الناس اللي هتقدم على ابحاث ما بعد الدكتوراه لازم تملى الجزء ده. حتى هم كاتبينها هنا فوق required for research program applicant only، تمام؟ اللي هو الناس اللي هتقدم على الابحاث، تمام؟ هنا ريكومنديشن ليتر لازم يتملى من شخص يعني اللي هو استاذ جامعي، شخص صاحب عمل، حد تعرفه كده يعني، تمام؟ تكون اتعاملت معاه سابقا وبترفقه برضو. هنا الليتر اوف انفيتيشن دي مطلوبه للناس اللي هي ريسيرش بروجرام اللي هي ما بعد الدكتوراه، لازم تجيب من الجامعه اللي هي درست فيها سابقا خطاب دعوه ان هم موافقين ان الشخص ده يدرس في الجامعه الفلانيه في كوريا، او ان هو يدرس في المنحه الكوريه، تمام؟ ان هم كانهم بيرشحوه، تمام كده؟ هنا دي بقى ان هو خلاص انت بتعمل الاجريمنت الموافقه على كل الشروط. هنا كاتبين لك بعض الشروط، انك لازم بقى تلتزم طبعا بالمنحه، لازم انك ما ترسبش في مواد، لازم انك تحافظ يعني على التفوق بتاعك، تلتزم بالقوانين الخاصه بكوريا، كل الحاجات دي لازم تعلم عليها انك موافق عليها. وهنا بتحط التاريخ وبتحط السيجنتشر بتاعتك انك موافق على كل الشروط اللي هم حاطينها، تمام كده؟ في الاخر هنا عندنا حاجه اسمها الميديكال اسيسمنت اللي هو بيسالك بعض الاسئله، دي اسئله بسيطه انت بتجاوب عليها بنفسك، ان هو هل بيقول لك هل عندك اي امراض، عندك مثلا مرض السكري، عندك حساسيه معينه، كل ده بتشوف لو انت عندك حاجه من دول بتوضحها، مش عندك حاجه بتضغط نو او بتحط علامه يعني علامه قدام النو دي عشان توضح لهم انك ما عندكش اي حاجه من الامراض دي، تمام كده؟ فده يعتبر الابلكيشن فورم بكل بساطه. ما تنسوش زي ما انا قلت ووضحت ان الموضوع ده بيمشي عن طريق التقديم للسفاره او الجامعه، يعني الابلكيشن فورم ده
يا اما انت بتملاه وبتوديه للسفاره، يا اما انت بتملاه وبتوديه للجامعه، وبتوديه طبعا مع اوراقك، مع ارفاق الاوراق، تمام. ولازم تتواصل مع كل جامعه من الجامعات، او يعني الجامعات اللي انت عايز تقدم عليها ممكن تختار جامعه واثنين او ثلاثه تتواصل معاهم وترسل لهم الورق، تمام. ولكن السفاره بيكون بس التقديم في مقر السفاره الكوريه الموجوده في بلدك، تمام كده. وانت بتختار الطريقه اللي انت عايز تقدم ليها، وما ينفعش انك تقدم في الاثنين مع بعض، ما ينفعش ان واحد يروح يقدم في السفاره الكوريه ويروح يقدم في الجامعه، تمام. لا، اختار طريقه من الاثنين، تمام كده. وما تنسوش تتواصلوا مع كل جامعه عشان تعرفوا اخر ميعاد امتى للتقديم بالنسبه لكل بلد. كمان ما تنسوش ان قناتنا بتوفر طبعا زي خدمات اضافيه، زي بنوفر منح مضمونه القبول في الصين، خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، لو عايز تقدم من خلالنا على الفرصه دي متاح، خدمه تجهيز الاوراق عشان تقدم في الفرص والمنح بنفسك، وخدمه التقديم على الكورسات، تمام. وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.